السلام عليكم طلابي، اليوم راح نحكي نحن عن السليب. طبعا حقيقة موضوع السليب موضوع مشوق، وكلتنا نحب يعني نكون في صورة من موضوعات السليب، شلون نحن راح ننام، شلون ممكن انه مراحل السليب مالتنا شلون تكون، الدريم وضعيتها، كل هاي الامور راح نتعرف عليها بشكل مبسط. فإذا راح نبدأ إن شاء الله ونقول must people think of sleep as a state of unconsciousness. Unconsciousness معناتها أنه كثير من الناس يتصور أنه النوم هو حالة من اللاوعي، لكن this is only to some extent correct. Sleep فإذا إلى حد ما هو نوعية صحيحة أنه إحنا راح ننقطع عن العالم الخارجي، لكن the sleep is a state of alert consciousness characterized by certain pattern of brain activity. من هذا أنه إحنا خلال النوم صحيح احنا راح نكون غائبين عن الوعي، لكن البرين مالتنا بين نوع من الاكتيفيتي، فاذا ما راح نعتبره هو ابسولوتلي كونشسنس، لا، وانما راح نسمينه alert consciousness، الى حد ما هو حاله من اللاشعور. Although sleep is a major pattern of human and animal behavior، معنى هذا هو جزء من سلوكنا، but it's difficult to study، من صعوبة جدا انه احنا ندرسه. ليش؟ لانه the researcher cannot ask a sleeping person to report on the experience without first walking the person. ما اعتقد انا اسأل الشخص بيش كنت عم تشعر وانت نايم، اوكي؟ فمعنى هذا انه it's very difficult to study sleep. This problem، هاي المشكلة was solved، حليناها باستخدام ايش؟ باستخدام ال EEG. الEEG هو أشنو؟ هو المشين for recording electrical activity of the brain. فإذا هو الجهاز اللي نستخدمه، يعني جهاز تخطيط الدماغ اللي يقيس فعاليات البرين. أشنو هو؟ أشي يضمن إن الEEG is a test. فإذا هو نوع من الاختبار that records electrical activity of your brain by using sensors، اللي هي الأقطاب اللي ممكن نستخدمها attached to your head، نربطها للهيد مالتنا and connected by wires to computer. EEG test results are usually available on the same or next day. زين، اللي بعده، there are several types of brain waves. حقيقة من خلال هاي الدراسات اللي طلعت لنا بالEEG شفنا انه عندنا مجموعة من الذبابات او الموجات الدماغية، البرين ويفز. اشني هي؟ خلينا نتعرف عليها. اول شيء عندنا الالفا ويفز، الفا ويفز هاس، هذه راح اعطيكم في النبذة عن كل نوع من الذبذبات اللي ممكن بتكون موجودة ضمن البرين اكتيفيتي. فاذا الالفا ويفز هاف ا فريكونسي اوف 8 to 12 cycle per second. فإذا الفريكونسي مالته 8 إلى 12 cycle per second. Alpha waves أشبيها are present only أش وقت تكون موجودة in the walking state، في حالة اليقظة، when your eyes are closed، لما تكون عيوننا مغمضين، are mentally alert، يعني احنا في بعض الأحيان قبل ما نتمدد ننام أو حتى وإحنا قاعدين وضيجين ممكن أنه غمض عيوننا على أساس أنه إحنا نايمين، لكن حقيقة الأمر هو البرين مالتنا يظل شغال. فمعنى هذا في هاي الحالة راح تكون عندنا الألفا ويفز هي اللي عاد تشتغل عندنا من البرين أكتيفيتي. زين، ألفا ويفز usually disappear with visual activity or mental concentration. إذا فتحنا عيوننا، إذا ركزنا على شيء، صار أن نعمل concentration على something، فمعنى هذا إيش؟ فمعنى هذا أنه إحنا ريح تتوقف هذه الموجة وحيصير بيها disappear. هذه بالنسبة للألفا ويفز. نجي على البيتا ويفز. بيتا ويفز هاي ثاني وحدي، الفريكونسي مالتها أشبيها 13 إلى 30 سايكل بير سكند. أريدكم تركزون على هاي الشغلات اللي عم نذكرها. الألفا ويفز أشقد الفريكونسي مالتها، البيتا وهكذا بالنسبة للبقية 13 إلى 30 سايكلز بير سكند. هذه الويفز أشبيها are normally found when you have taken high dose of certain drugs. فإذا أنا إذا استخدمت خلينا نقول الدراكس بجرعة كبيرة high dose، ممكن أنه البيتا ويفز غيح تظهر لي ضمن البرين activity. هاي الموجة الثانية، يعني دلتا ويفز النوع الثالث، have a frequency of less than 3 cycles per second، أقل من 3. These waves
are normally found إيش وقت تكون موجودة only in people who are sleeping in young children. هذه راح تكون موجودة للأشخاص اللي ممكن ينامون أيضا عند الأطفال الصغار الشباب يعني هذا خلينا نقول young children. هذه الدلتا. فإذا الدلتا ويفز هي اللي راح تظهر لنا لما إحنا نكون نايمين. ثيتا ويفز have a frequency of 4-7 cycle per second. هذه الويفز أشبهها are normally found in children during sleep. children عند الأطفال. فإذا الدلتا عند الكبار عندنا. الثيتا ممكن أنه تكون in children during sleep. زين هذه هي أنواع الذبذبات أو الموجات الدماغية اللي تظهر لنا بالإي إي جي. زين stages of sleep إيش هي مراحل النوم. sleep is divided into two. ممكن نقسم sleep بنوعين من المراحل. nouns as نوعين من المراحل. المرحلة الأولى نسميها non rapid eye movement sleep. non rapid eye movement sleep اللي هي نرمز لها NREM والثانية اللي هي rapid eye movement sleep اللي هي REM. نوعين من السليب عندنا. زين خلينا بعد نتعرف عليهم. those two states occur in more or less 90 minutes. هذول النوعين من السليب اللي هو non rapid eye movement والrapid eye movement أشبيهم هذول يحدثونا خلال 90 دقيقة أو أقل which is repeated 5-6 times. وإحنا نتعرف إحنا على مراحل وإحنا نخشى أنه هاي المراحل غيّة تتكرر 5-6 مرات ضمن الدي مالتنا ضمن النهار اللي ممكن أنه إحنا أو حتى ضمن مراحل النوم اللي ممكن أنه إحنا نعمه. فإذن راح نقول أنه هذه راح تكون أكر in more or less 90 دقيقة 90 minute cycle which is repeated 5-6 times a night and include 4 stages 4 مراحل of non-rapid eye movement and 1 of rapid eye movement. فإذا هسة المجموع مالتهم إيش صاغوا 5 stages 5 مراحل 4 for non-rapid eye movement and the last one for rapid eye movement 4 non-rapid eye movement والخامسة هي للrapid eye movement. زين ننتقل إلى non-rapid eye movement. خلونا نعرف إيش هي المراحل للrapid eye movement. non-rapid eye movement إيش بيها. زين non-rapid eye movement إيش بيها. قلنا هذه غيح تكون أيضا نسميها is also known as slow wave sleep. slow wave sleep اللي هي SW. إذا أنتم أتركزون معي كأنه أنا طفت المولد عندي وما عرف خزن لو ما خزن. على العموم إحنا يعني نمشي. أوكي non-rapid eye movement قلنا sleep is non-rapid. قلنا أيضا ممكن أنه نسمينه slow wave sleep. slow wave sleep SWS. stages 1-4 are من المراحل الواحد لحد الأربعة سميناها non-rapid. هذه المراحل أو هذا الوقت أشبينه is characterized by إيش هي المميزات لهذه المراحل الأربعة. slow regular respiration and heart rate. راح نلاحظ أنه respiration مالنا راح يكون regular ما بينه شيء والheart rate مالنا مستقل stable. رقم واحد هاي رقم واحد. رقم اثنين an absence of rapid eye movement. رقم ثلاثة blood pressure ضغط الدم مالتنا and brain activity at lower point in 24 hour clock. راح يكون خلينا نقول البرين اكتيفيتي ضغط الدم مالتنا اشبينه يعني نيزل لاقل مرحله من مراحل ال 24 ساعه اليوميه. هذه هي المميزات العامه للمراحل من 1 الى 4. المرحله الخامسه اللي هي رابد اي موفمنت هذه اشبيها غير تجي بعد المرحله الرابعه. المرحلة الرابعة من non-rapid movement sleep. فإذا أول شيء non-rapid بعدين راح تجينا rapid eye movement. زين
حقينه هذا، هذا السليب سبندل ضحكوا علينه، يعني نوم مغزلي نسمينه. زين نرجع ستيج 2. الستيج 2 قلنا اشبيها الستيج 2 مالتنا، هذه الستيج 2 قلنا يحكم بها النوم المغزلي، والهارت هارت ريت ايضا دقات قلبنا والنبض مالتنا غير يكون سلو، والبادي مالتنا بادي تمبريتشر درجه الحراره غير تبدا تنخفض ديكريزز. هذه هي مميزات الستيج 2. مميزه اخرى بها الستيج 2 اشبيها لاستس 10 تو 20 مينت، اش تستغرق لي؟ تستغرق لي 10 الى 20 دقيقه. ديك كانت اول مرحله ستيج 1 5 الى 10، هوني 10 الى 20 دقيقه. زين انتهينا من اللايت سليب او الستيج 2. ذيس فيرست تو ستيجز، هذول المرحلتين من السليب ار اش بهم اوف ار ريليتيفلي لايت كواليتي، نوعيتهم خفيفه، نوع من النوم الخفيف، كولد اش ممكن نسميه ترانزيشنال بيريودز، هي المرحله الانتقاليه، المرحله الممهده ترانزيشنال بيريود. فاذا هذول المرحلتين هي مرحله انتقاليه، مرحله ممهده لمرحله المرحلة الأخرى اللي هي الستيجز 4 and 3 أو ستيجز 3 and 4 اللي يسميهم الديب سليب. ديب سليب شو معنى الديب سليب؟ هو النوم العميق. هسه بقت أنا نمتو ما بيها مجال أحد يقعدني. زين ستيجز العفو these stages last about، هذول المراحل أشبيهم تستغرق كل وحدة منهم 15 to 30 minutes at a time، كل واحدة من الستيجز 3 and 4 ممكن أن تستغرق ل 15 إلى 30 دقيقة almost. أشبيها على الأغلب all our muscles، كل العضلات مالتنا تبدي بقى تكون مرتخية محلولة ما نحس بيها. زين the body regenerates itself، يبدي بقى الجسم شوية يرتب نفسه مثل ما يقولون، يعيد تأهيل نفسه by healing damage tissue، ممكن انه يعيد تصليح الشغلات اللي ممكن كانت مضغوبة عنده الامور التعباني. البرين emits delta waves، هاي اللي قلنا عليها هسه بقى، يحتاجي عندنا الموجات الدماغية اللي ممكن انه تكون خاصة بالسليب اللي هي delta waves. عدت المرحلة الثالثة، لا مرحلة أولى ولا مرحلة ثانية، وإنما بالستيج 3. زين بالستيج 3 و 4 نرجع وأش نقول؟ نقول ستيج 3 has less than 50% 50% دلتا ويفز، while ستيج 4 has more than 50% but otherwise there are the same. يعني مرات تكون الستيج 3 أقل من 50 بتشكل 50% من الذبذبات، والأربعة والستيج 4 تكون أكثر وأكثر، يعني خلينا نقول في أكثر الأحيان، لكنه في بعض الأحيان أيضا ممكن أنه يكونون equal it's the same، يعني 50-50 50% للستيج 3 50% للستيج 4. زين بعد the person feels well rested after experiencing delta sleep. فإذا أنا بعد ما أقعد كن أخذت كفايتي من النوم من هذا واحد واثنين وثلاثة أربعة، يعني أنا رايح أكون well rested، يعني رايح أشعر بالراحة بعد ما أنا كن أخذت كفايتي من هذا النوم. And it is very difficult to waken during this period. من الصعوبة جدا إنه أنا واحد، يعني ما يقلك واحد غطس بنومه، إحنا نقوله بالعامية واحد غطس بالنوم، فمن الصعوبة إنه أنت تجي تقعده. ليش؟ لأنه كن دخل بالديب سليب بالمرحلة الثالثة والرابعة، فإذا it is difficult to waken معناته من الصعوبة إنه أنا واحد أقعده. زين this is no eye movement، ايضا هاي الخاصيه الاخرى اللي بيها no eye movement، ماكو حركه مال عيون ار muscle activity، ماكو ايضا فعاليه مال عضلات. and if he is wakened during deep sleep، اذا انت قعدته خلال هاي المرحله he will not adjust immediately and often feel tired and disoriented for several minutes after wake up. في بعض الاحيان يمكن احنا نلاحظها عندنا، يعني نحن لما نقع نغطب نوم عميق ويجي واحد احنا خلي نقول تمام، احنا لما نقعد بعد ما كملنا الدورة نكون احنا well rested، لكن اذا احنا خلي نقول الدورة تتكرر لي 5-6 مرات، اذا انا اخذتوها مرة او مرتين ما كملتوها وجيتوا انا قعدتون لهذا الشخص
He will not adjust immediately. ما رح يتكيف مباشرة. تقشعون يقعد ضيق مثل ما احنا نقول. يصفن. يصفن له كم دقيقة. زين. وبعدين. بعدين ايش؟ بعدين احنا نقوله يجمع. فاذا and often feel tired. رح يشعر بالتعب. قلت لكم يصفن. يكون ضيق. زين. and disoriented. ما مركز. ما يتذكر. يعني ممكن انه هو قاعد. احنا مرات تصير بينا. انه انا تعباني وجيت وانام. وفزتني على صوت الجرس على سبيل المثال، ما أحس أنه هل أنه هذا ديني الصبح ساعة 4 الصبح ساعة 4 العصر. فإذا هذه الأمور ممكن تصير. فإذا هذا يصير عندي disorientation، يعني نوع ما 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 أوجه الأمور مالتي، فما أعرف أنه هاي الأمور ممكن أنه تكون صحيحة أو لا. وبعدين for several minutes، بعدين بعد ما أصحصح أبدي أتذكر أنه فعلا ساعة 4 العصر واوا من هذه الأمور. زين. It is very difficult to wake up from deep sleep. قلت لكم لأنه إحنا يعني دخلنا بالنوم العميق because the brain and the body are cut off of external world. من الصعوبة أنه إحنا نجي واحد القاعدة. ليش؟ لأنه البرين خلينا نقول البرين والبادي ما لنا إيش كنعملوا cut off. كانوا انقطعوا عن العالم الخارجي ودخلوا ضمن deep sleep. فإذا هذه هي المميزات اللي ممكن أنه نقولها عن عن اللي تكون موجودة بالمرحلة الثالثة والرابعة. نجي إلى المرحلة الخامسة، المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة كأنه بها مميزات تشبه المرحلة الأولى اللي هي اللايت سليب، نوع من النوع الخفيف. إحنا أخذنا كفايتنا من النوم فقد نريد نقعد، هما قبل إحنا نقعد لا، احتاج عندنا مرحلة خامسة اللي هي المرحلة اللي سميناها بالرابد اي مومنت. تبدي بقى العيون مالتنا ممكن انه تتحرك. Our breathing become more. يبدي بقى التنفس مالتنا يرجع شوية يزيد يكون اقوى. Regular and shallow ايضا ممكن انه يكون. Our eyes. تبدي بقى العيون مالتنا ممكن انه تتحرك in various direction. شوية شوية الزغلل. بعدين الاطراف مالتنا شوية بقى تشت حيلة نبدي نتحرك. تشعر مو واحد يتحرك نعرف انه راح يفز. يعني كل لحظه احنا بحياتنا اليوميه الهارت مالتنا هارت ريت انكريس راح يبدي يدق ايضا، وايضا ضغط الدم يرجع مثل ما كان بعد ما كان قليل. هاي المميزات اللي موجوده بالستيج 5. When people waking during REM rapid eye movement اللي هي المرحله الخامسه من السليب they often describe اشبيهم بزارز اند الرجيكال تولز. ايضا ممكن انه يعني كانه يعني مثل المرحله الاولى ما قلنا. اذا فزينا احنا بالمرحله الاولى ممكن انه احنا نتذكر الفيجوال ايمجز اللي كانت موجوده. هو نفس الشيء كانه انت كنت غافي وتحكي فد شغلات ما منطقيه. اذا احس سالك ايش كنت انت عم تتصور، فكانه نوع من الحلم في الشيء من الاحلام. زين. How to transition through the stages. أشو ممكن ننتقل خلال هذه المراحل الخمسة. طيب نعرف على نتعرف على السايكل. Healthy individual. الأشخاص طبيعيين اللي ما بيهم شيء. Healthy individual. Smoothly transition. بشكل كلش smooth. ممكن أنه ينتقلون. Transition from stage 1 through 5 at the beginning of the night. أول ما نجي ننام وإحنا ننتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الخامسة. The first sleep cycle each night contain relatively short REM period and long period of deep sleep. فإذا مثل ما قبل بشوية حكينا أول شيء نبدي بالمراحل القليلة هذول الاثنين stage 1 و stage 2. زين اللي هي راح تكون عندنا short period فترات قليلة ولونج period of deep sleep وفترة طويلة من الإيش من المرحلة الثالثة والرابعة. At the night بتقدم progresses. At the night progresses بتقدم الليل ساعة 2 وساعة 3. زين ال REM sleep period increase يعني تقشعوا وجه الصبح تبدي ال REM يعني خلينا نقول تزيد البيريد مالته. أول الليل تزيد البيريد مال إيش مال ديب سليب. تالي الليل راح تزيد عندنا البيريد مال الـ REM راح يزيد بالطول الليل
while deep sleep decreases. فإذا راح تقل عندنا الفترة مال إيش مال deep decreases. يعني فكرة أشدي إنه إحنا بداية الليل تزيد عندنا البيريد مال deep sleep. بعدين أشي قعدنا على حساب منه على حساب ال REM. زين بعدين غيح يكون عندنا مع تقدم الليل وتش الصبح غيح يزيد عندنا اللي هي ال REM period increase على حساب deep sleep. بالعكس الصير by morning جاء الصبح people spend nearly all their sleep time in stages 1, 2, and 5 اللي هي REM 1, 2, and 5 AM. يعني تغشعون الصبح تكون نومتنا خفيفة. ليش؟ لأنه إحنا أخذنا كفايتنا من السايكلز خلي نقول من النوم اللي خلال النايت بين المرحلة الثالثة والرابعة. فإذا وجه الصبح أشغى يكون عندنا قلنا people spend nearly تقريبا all their sleep time كل وقت النوم مالتهم بالستيج 1 و 2 and 5 اللي هي REM بالنوم الخفيف. زين الأشخاص اللي ممكن waking after sleeping more than a few minutes are usually unable to recall the last few minutes before they fell asleep. This is sleep related from amnesia. In the person, people often forget telephone calls or conversation. هاي إيش معناتها؟ معناتها إنه نحنا إذا نمنا after sleeping more than a few minutes are usually unable to recall. اليوم أنا نمت وانتقلت من المرحلة الأولى والثانية على المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة والرابعة الديب سليب. إذا جيت قعدني أو أنا قعدت لسبب معين زين ما راح أتذكر. يصير عندي نوع من الأمنيزيا فقدان الذاكرة زين اللي ممكن أنه يأثر على تذكري للأمر اللي قعدني. يعني اليوم أنا أش عملته هذه شوف الساعتين تلفون جاني تلفون often forget telephone calls or conversation they have had in the middle of night. دق التلفون علي من نص الليل أنا حكيته ممكن أنه أحكي أو ممكن أنه أسد التلفون وارجع أكمل نومتي. هاي وين بالديب سليب. أقعد الصبح ما أتذكر أنه أكو أحد كان دق علي ولا أتذكر أنه أنا أشكر حكيته ولا أتذكر أنه أنا كنت سديت التلفون. فهذا ممكن أنه يصير عندنا. هذه من المميزات اللي تكون بالديب سليب. زين بعدين أش نرجع نقول it is also explain why we often don't remember هاي اللي قلنا عليها why our alarms ringing in the morning if we are go back to sleep after turning off. يعني مرات حتى المنبه مالتنا يدق ونرجع نسده مثلا مرات ننصبه على صلاة الصبح أو ساعة 6:30 على مدة الدوام مثلا ممكن أنه إحنا تعبانين وما كان أخذنا كفايتنا من النوم. يعني خلينا نقول هاي الستيجز ما تكررت عندنا 5-6 مرات ممكن أنه يعني ما نمتوا أنا مثلا ساعة 12 وقسمتوه على 90 دقيقة لا ممكن أنه أنام ساعة 3 ودجي أقع الساعة 6:30 ما كان أخذت 5-6 فرات مالتي مال السليب. وبالتالي إيش صار عندي؟ صار عندي أنا سديت الموبايل أو سديت المنبه مالتي وبالتالي ما ذكرته على ما أقعد أنه أنا كنت سديتونه أو عملتونه turn off. هذا أيضا من الأمور اللي نلاحظها أثناء السليب مالتي. زين أيضا نقول people lose some of the ability to regulate their body temperature during REM. هاي إيش معناته during REM اللي هي الستيج 5. تشوفون احنا هسه ننام اول من النام نسقط بالنوم مثل ما احنا قلنا. ايش معنات نسقط؟ يعني نروح بالديب سليب ما نحس اذا كانت بيضي حاغه ماكو. ايش وقت ممكن انه الجسم مالتنا يريد بقى يعمل ريجوليشن للتمبريتشر يريد يعمل تنظيم لدرجه الحراره يبدي يحس بدرجه الحراره. ايش وقت؟ ديورينج الار اي ام. ولهذا الشعور وجه الصبح مرات نقعد احنا ايش نعمل نحس نفسنا انه احنا بغدانين او نحس انه هي حاره بينما هي كانت نفس الحاله بغدانين احنا الليل كله احنا مثلا نايمين وبنفس الوضعيه نفس الشيء.
إذا كانت حارة. إحنا اللي الكل نايمين وهي حارة، بس إيش وقت نحس إن هي حارة؟ عشان وش الصبح ونقول أوه والله إيش قد حارة، أو بالعكس بيردي دا بدي أتغطى. فإذا هاي إيش معناته؟ معناته خلال الـ REM الستيج 5 أخير مرحلة ممكن أنه البدي مالتنا الجسم مالتنا يبدي بقى يحس أنه لازم يعمل regulation للتمبريتشر. فإذا هذه أيضا من الأمور اللي ممكن نلاحظها. So abnormally hot or cold temperature هاي معناته in the environment أي درجة حرارة سواء كانت حارة أو بردي ممكن أنه يعني تبين علينا ضمن هالمرحلة هذه من السليب اللي هي الـ REM أو خلينا نقول الستيج رقم 5. زين رابط آي موفمنت هاي الغفوة اللي نسميها أو الرابط آي موفمنت هاي المرحلة الخامسة activates the parts of the brain that control memory. نشط لي أجزاء الدماغ المسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن الميموري، عن الذاكرة، عن الليرنينج التعلم and social processes. أيضا sleep enables the brain النوم إيش بينه؟ يساعد الدماغ، يأهل الدماغ يعني ممكن أنه إيش يعمل؟ to encode new information and store it accurately. ممكن أنه يساعد الدماغ في ترميز تنظيم ترتيب المعلومات وبالتالي يرتبها أو يخزنها بشكل دقيق. يعني هي أربع وظائف مختلفة بهذا الشكل. ننتقل إلى فقرة أخرى اللي هي الدريمز. شو معنات الدريمز؟ يعني الأحلام. أش وقت تظهر عندنا الأحلام؟ أش وقت دريمز أكر in the rapid eye movement sleep. هاي دائما حتى احنا نقولها، نقول وش الصبح حلم، وش الصبح الاحلام، وش الصبح تتحقق. يعني هاي المقولات مالتنا حقيقة ما مسألة تتحقق او كذا وما فيش، بس هي لانه الاحلام توجد خلال هذه المرحلة اللي هي الرابد اي موفمنت اللي هي بالستيج 5. بعد ما احنا كملنا الديب سليب ممكن انه تظهر ان الاحلام بالرابد اي موفمنت. فاذا الدريمز اكرز ان الرابد اي موفمنت. زين الساينتستس ايش بيهم؟ still don't quite understand why we dream. لحد الان ما حد يعرف ليش احنا نحلم. but people ايش بيهم الاشخاص؟ kept from dreaming develop behavioral and mental problems so it's clearly to critical behavior. يعني فعلا هو في الشيء محير، يعني ما يعني ليش احنا نحلم؟ بعض الاحيان يقول لك والله حلم مالتك يتحقق وهكذا. فاذا لحد الان ما حد يعرف ليش احنا نحلم. اكو مجموعه من الثيوريز، مجموعه من النظريات tried to explain dreams، يعني حاولت انه تفسر الدريمز. خلينا نتعرف theories of dreams. اول شيء ناخذ فرويدن ايديا. تتذكرون احنا حكينا عن فرويد، عن البيرسوناليتي وعن نظريه النظريه التحليليه سايكو اناليتيك ثيوري. ضمن هاي النظريه فرويد ايش قال؟ قال انه الدريمينج الاحلام مالتنا از ا كوجنيتيف اكتيفيتي. هي ايش دي كوجنيتيف اكتيفيتي؟ يعني معناتها هي فعاليه دماغيه. اند ا دريم الاحلام سامبل ريبريزنتيشن، هي ايش دي؟ تمثيلات رمزية. مثلا إذا أنت حلمت بشجرة حسب فرويد ممكن أنه هاي التري أو الشجرة ممكن أنه تعطيك رمز لفتشي معين بالداخل مالتنا الconceptions المفاهيم. زين فإذا يقول لك sample representation of dreamers conceptions من مفاهيم الشخص اللي يحلم. ممكن أنه تعبر لي عن فتشي معين. التري مثلا تعبر لي عن الخضاب، ممكن أنه هذا الخضاب بينه في نوع معين من الرمز اللي يمثل لي أنا كشخص حالم. فإذا هاي إيش معناتها؟ معناتها هي cognitive activity، فعالية معرفية. dream interpretation تفسير هذا الحلم consisted of discovering the conceptions. هذه معناتها discovering the conceptions that is lay behind the dream images. معناته انه انا لازم ادخل في بواطن هذا الشخص واعرف الكونسبشنز المفاهيم اللي عنده، وبالتالي ممكن انه اعمل انتربريتيشن، اعمل تفسير للايش؟ للدريم لهذا الشخص. كونسبشنز هذه المفاهيم represented in dreams usually اللي الكونسبشنز المفاهيم اللي موجوده ضمن الدريم usually fell into one of the following، واحده من هذه الامور.
One of the following classes, واحدة من هذه خلينا نقول الصنوف أو يعني الصفوف, واحدة من المراتب. أول شيء self-conception, المفاهيم الذاتية, مفاهيم عن الشخص ممكن تكون conceptions of other people, عن الآخرين. بعدين عندنا conceptions of the world, مفهوم عن العالم الخارجي, وأيضا مفهوم conceptions of impulses, عن الغرزات, الدفعات الغريزية, عن الغرائز اللي موجودة عنده. And the end of conceptions of conflicts, عن الصراعات, المفاهيم عن الصراعات. فمعناته أنه يجيك واحد حسب النظرية التحليلية حسب فرويد ويقول لك أنا حلمت بهذا الحلم, ممكن أنه ترجع الconceptions مالته اللي موجودة عنده, إما self-conceptions تجي تسأله عن المفاهيم الذاتية أو عن عن others أو عن الimpulses اللي موجودة للدفعات الغريزية أو عن الworld الenvironment المحيطة بينه. Conceptions are organized into, ممكن أنه أشبهها تكون منظمة, conceptual system, نظام مفاهيمي موجود عنده. And these systems are the background of behavior, حسب فرويد يقول هي هاي conception, هي أساس السلوك, هي background مال behavior مال الشخص. النظرية الثانية اللي هي events organization, شخص أيضا مهتم بهذا الموضوع. According to events organization, every time we go to sleep our brain disengages from the external world, نقطع عن العالم الخارجي, and use this time to sort through and organize all the information that was taken throughout the day. ينقطع عن العالم الخارجي ويبدأ يشبق يعمل شريط من الانفورميشن يمر علينا ضمن الأحداث اللي صارت بينه باليوم, وبالتالي كل هذه الأمور ممكن أنه تنعكس على الدريم مالتنا أو تظهر من ضمن الدريم. قلنا الدريم مثل ما ذكرنا especially during REM sleep when the brain becomes isolated, راح ينعزل مثل ما قلنا from sensory and motor neural pathways, وبعدين راح يبدي يرتب هذه المعلومات وتظهر على شكل أحلام. زين, what is insomnia, أشبه هو الأرق. Insomnia يعني الأرق is a condition, هي الحالة اللي احنا نعرفها أرق, واحد ما ينام. Condition where people who won't sleep but they cannot sleep, إذا بيدون يناموا بس ما يتيقون, have sleep difficulties, عندهم صعوبات بالنوم. The person usually takes a long time to fall asleep, يستغرق وقت طويل يتقلب ويثنى بس يريد ينام, لكن ما غيح يطيق ما غيح يطيق ينام. فإذا هاي إيش نسمينه, هذا نسمينه هو الأرق, insomnia. Most of us, كثير مننا صفر ممكن أنه يعاني من هاي insomnia at one time to another, ماكو واحد مننا ما كان صار عنده أرق. زين, إيش وقت ممكن أنه يكون عندنا هذا الأرق, إيش هي مسبباته. Temporary life issues, هاي بهارات الحياة اللي احنا نقول عليها ما شاء الله يعني يا مكثرة. Problems at school, job, من هالأمور هذه, المشاكل بالشغل بالعمل. Family problems, المشاكل العائلية, العلاقات, relationship difficulties, هاي الصعوبات اللي ممكن تواجهه. كل هذه الأمور ممكن أنه تكون خلينا نقول مسببات إلى الأرق, هاي المشاكل. Medical condition, الأوضاع الصحية اللي ممكن أنهم بيحد مر بيها. Any condition that causes brain or breathing problems, خصوصا أهل الربو هذوي يعني تقشع التنفس مالتهم تعبان وكذا, فبالتالي يعني ما راح يتقون ينامون أو يعانون من الأرق. Drug use, إذا واحد كان أخذ مثلا أدوية أو الكحول كافئين تبوك, كل هذه ممكن أنه يسبب لي نوع من هذا في الشك التوضيحي اللي يسبب عنا عدم النوم أو صعوبة النوم اللي هو الأرق. فهون نشوف temporary life issues, بعدين medical condition, drug use, هذه كلها غيح تسبب لي إلى الأرق. الأرق أش راح ينتج عنه الأوتكم مالته, شوفها ستبقى الأوتكم مالته daytime sleepness, تقشع أنها كله هو ديخ يريد نيم يروح على الشغل عيونه مغمضة مثل ما احنا نقوله. Poor concentration,
تركيزه كلش قليل. بعدين عنده كثير يعني من الستريس يصير عنده، وهذه معناته أنه ما راح يطيق يكمل نهاره على النحو الصحيح. أما الريسك، عوامل الخطورة اللي ممكن تجي، الأكسنس يعني واحد جيته النومي وعيسوق سيارة وطب وفات بسيارة المقابله، ممكن يصير عنده هارت ديزيز، ممكن يصير حتى دايبيتس، ممكن أنه يصير عنده مرض السكر. فإذا هذه من الأمور اللي ممكن أنه تكون موجودة ضمن sleeping better. كثير هذا السؤال يسأل، أنا ما على نام إيش ممكن أعمل؟ كثيرين من اللي يسألونه يقولون والله أنا ما نمت، كل يوم أرجع على مكان إذا أنام أتقلب أثنى ما أطيق أنام. زين، إيش هي الأمور اللي ممكن ننصحه بيها sleeping better؟ أولا create a peaceful sitting at bedtime. زين، هاي رقم واحد. رقم اثنين، avoid drinks with caffeine such as coffee, tea and some soft drink. يعني ماكو حاجة ساعة وفي 12 بالليل وأنا دوا حنام أو حعمل لي فنجان قهوة أشربه مثلا أو أشرب شاي أو هالأمور، هاي ما يصير. بعدين يعني نحن أول شيء لازم نخصص لنا مكان خاص مثلا للنوم، مكان حلو مرتب آمن، يعني مستقل خلينا نقول للمكان النوم مالتنا. ما لازم نشرب هاي المشروبات. don't try to sleep when you are very or too hungry or too full. يعني معناته يا إما أنت كثير جوعان ما لازم تنام، تروح تحاول إنه تنام، ولا أنت فقد مرة كسرت عندك تخمة من الأكل أيضا ما يصير تنام. لا، eat a few hours before sleep. يعني المفروض أنه 3 ساعات 3 hours قبل ما إحنا ننام لازم ناكل نتعشى، وبعدها 3 ساعات ممكن أنه ننام. هاي النقطة الأخرى في الأشخاص، drink a glass of warm milk، اشرب لك glass حليب at bedtime. يعني ممكن أنه نشرب لنا glass حليب قبل ما إحنا ننام، وهذا ممكن يساعدنا على إيش على النوم. don't use your bed as an all purpose area. يعني ما حاجة نعمل المنام مالتنا هو لكل الأمور، يعني أطمش بينه تلفزيون وأقرأ وآكل وكذا، لا خلينه فقط for bed، بس فقط للنوم. leave studying, reading, eating, watching TV، ما حاجة كل هالأمور هذه أنا أخليها على مكان المنام مالتي. زين، أيضا أش ممكن يكون dark, quiet, slightly cool bedroom aid sleep. ممكن أنه هاي الأمور إذا غرفة مظلمة مرتبة يعني خلينا نقول مناسبة للنوم، ممكن أنه ساعدنا على النوم. يعني ما أجي أنا دنام بين 50 واحد عي يحكي وكذا وهالأمور، عي والتلفزيون عي يشتغل، لا والضوء معلق، فهي أيضا ما ممكن أنه ساعد بالنوم. establish consistent bedtime room routine، معناته أنه يكون عندنا وقت ثابت اليوم أنا أعود نفسي نوع من الساعة البيولوجية أعمله، أعود نفسي أنه أنا ساعة 12 لازم أنا أنام. ما حاجة اليوم أنا أروح أنام ساعة 10، ثاني يوم أنام ساعة 1، ثالث يوم أنام ساعة 2، رابع يوم أنام ساعة 12، لا موعد محدد 12 أروح أنام، هاي حتى أشنو يبدي يتعود الجسم مالتي على هذه الساعة البيولوجية. go to bed and wake up the same time every day، هي هاي اللي قلنا أيضا عليها. ممكن أنه إحنا يعني تمام إحنا عملنا موعد خلينا نقول للنومي، أيضا نعمل لنا موعد للإيش الويك أب للاستيقاظ مالتنا، أنام ساعة 12 على الساعة 6:30 وهكذا. فإذا هذه هي غيح تتجاوز لي على الأرق. كود بيت only when you are feel tired، يعني إن تعبتوا وأروح على مكاني، ما حاجة أنا اليوم ضشت وخليت غاسي ورحت على مكاني، بالتالي إيش راح يصير عندي؟ ما أنا تعباني، وإنما راح يصير عندي ملل من الجلوس، وبالتالي هذا مغيح أيضا يفقدني قدرتي على النوم. فإذا if you don't get sleep within 10 minutes 10 دقائق، إذا ظليت أنت مدد ربع ساعة وما نمت، لا ظل نايم بالمكان مالتك، you should leave the bedroom، قوم اطلع من غرفة النوم وحعمل لك فشي and do something else. يعني كثير من الأمور، أفوت على ثلاجة أكل كذا على قد، أو أصلي ركعتين، كل هالأمور، أقرأ شوية قرآن. فإذا أرتب بعض الأمور وبعدين أرجع returning to bed only when you are feel tired، أرجع على مكاني. فإذا عمل لي فرة مثل ما إحنا نقول get full night sleep every day، أخذ القسط الكافي مالتي من النوم every day، وبعدين إذا استمرت for long term problems with sleep المفروض أنه
You must guiding behavioral therapist. المفروض انه انا اروح على بقى على المعالج النفسي ما حتى اتجاوز هذه المشكلة وانتهى.